لطالما سمعنا عزيزي المشاهد عن النظريات المرعبة التي تدور حول الكرتون، حتى أني قد صنعت فيديو يتحدث في هذا الموضوع، سأترك رابطه في هذا الفيديو. لكن أن نسمع حلقات قد أنتجت بالفعل لكن تم منع عرضها لعدة أسباب سنتناولها في هذا الفيديو. هذه الحلقات تثير الرعب والريبة. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ أمل أن تكونوا بخير. سنتناول عزيزي المشاهد في هذا الفيديو 5 مسلسلات كرتونية أنتجت لها حلقات تم منع عرضها لعدة أسباب سنتناولها في هذا الفيديو. كما قلنا هذه الكرتونات تعد من أنجح وأشهر الكرتونات، تم صناعة عدة حلقات ومنعت من العرض إلى أن تم تسريبها. هذه الحلقات ما تسمى بالحلقات المفقودة. هذه المسلسلات الكرتونية الخمس هي عالم جامبل المدهش، توم وجيري، سنتناول حلقتين لتوم وجيري، ميكي ماوس، ماي ليتل بوني، مهرة الصغيرة، وسبونج بوب. خمس حلقات تم منع عرضها لهذه الأفلام الكرتونية. توجد عزيزي المشاهد حلقة لعالم جامبل المدهش تم منع عرضها. هذه الحلقة كانت بعنوان The Grieving، أي الحزن بعد وفاة شخص. تبدأ الحلقة عزيزي المشاهد بنفس الموسيقى والمقدمة لحلقة عالم جامبل، لكن بدغدشة في الصوت وفي الصورة بسبب قدم هذا الشريط على ما يبدو، ثم إصدار صوت مزعج عند نهاية أغنية المقدمة. بعدها نبدأ في سماع صوت بكاء، يتبين لنا أن صوت هذا البكاء لجامبل وهو جالس في زاوية في المدرسة على طاولة وهو يبكي. حذيركم، بعدها عزيزي المشاهد تنتقل الصورة إلى منزل واترسون، حيث نلاحظ ريتشارد واترسون وهو يبكي بصوت يدمي القلوب وصوت مرعب. الغريب في الأمر عزيزي المشاهد أن ذلك الصوت ليس صوت ريتشارد المعتاد أو الأصوات الكرتونية المعتادة التي تجلب الضحك والسرور، إنما يقال هو أصلا ذلك البكاء بكاء شخص حقيقي لوفاة أحد أقاربه تم تبنيته لشخصية ريتشارد. هذا الصوت عزيزي المشاهد يثير الرعب حقا، وما بالك أنت إن شاهده الأطفال أو سمعه. هذا الصوت حقيقة يقال أنه لشخص يبكي بحرقة شديدة. Thank you.
بعدها تأتي نيكول وتنضم إليه في البكاء. ثم يتم تغيير الصورة إلى مكتب الناظر براون، حيث نلاحظ أن نيكول وريتشارد ذهب إليه، فيقول لهما أنه تم العثور على أنايس وداروين مقطوعي الرأس. ثم يحول إلى مشهد جثتي أنايس وداروين. ذلك المشهد عزيز المشاهد يثير الرعب، ما بالك بأطفال صغار لما يلاحظون الرؤوس مقطوعة وعليه أثار التعذيب والكدمات في غابة مهجورة بصورة مرعبة ولحن حزين مع ضوضاء في الخلفية. تخيل عزيزي المشاهد طفل تعود على الضحك في هذا الكرتون والمتعة، يجد ذلك المشهد التراجيدي المدمي للقلوب، لك أن تتخيل ذلك. ثم يسألونه نيكول وريتشارد عن ردة فعل جامبل عند معرفتي بموت أخوي، وبعدها يرينا مشهدا مرعبا لجامبل وهو قد انتحر بتعليق حبل حول عنقه. ثم تنتهي هذه الحلقة وتظهر لنا موسيقى النهاية بشكل مرعب وصوت مدغدش غير واضح. بعد البلبلة والأحاديث التي أثارتها هذه الحلقة، اضطرت كارتون نتورك للرد على هذه الحلقة، وقالت أنها بالفعل تم إنتاج هذه الحلقة، لكن تم منع عرضها لمراعاة الأطفال. لكن أحد ما دخل إلى استوديو التلفاز وسرق ذلك الشريط وتم تسريبه. لكن الغريب في الأمر عزيزي المشاهد أنهم اعترفوا بالفعل أن تلك الحلقة حول موت أنايس ودارون. ما الشيء الذي دفعهم أصلا لصناعة مثل هذه الحلقات؟ ألم يراعوا شعور الأطفال؟ تصوروا، ألم يعلم أصلا أنها قد تتسرب؟ وها قد حدث بالفعل وقد تسربت، لماذا لا يراعون شعور الأطفال في مثل هذه الحلقات؟ لذلك عزيزي المشاهد انتبه على ما تشاهده وما يشاهده إخوتك الصغار وما يشاهده أبنائك إن كنت متزوجا ولديك أبناء. فهذه حقا حلقات تبعث السموم والاكتئاب لشخصية الطفل الصغير. ننتقل عزيزي المشاهد للحديث عن كرتون توم وجيري. وما أدراك ما توم وجيري؟ ومن لا يعرف توم وجيري؟ ذلك المغامرات التي عشنا عليها صغارا وكبارا تعتبر من أساطير الأعمال الكرتونية على الإطلاق، بل والأعمال التلفزية على الإطلاق، شاهدها جميع من في العالم. تلك المشاكل بين الفأر والهر الصغير التي دائما يحاول الإمساك به، والمطاردات والمقالب التي تحدث لهما. لكن ماذا عزيز المشاهد لو قلت لك هنالك حلقتين تم منع عرضهما لعدة أسباب؟ هذه الحلقتين ستغير نظرتك إلى هذا الكرتون مرة واحدة وإلى الأبد. 13 Tom and Jerry shorts made by the director Gene Ditch are infamous for their poor quality and rather disturbing nature. تحدث عزيز مشاهد هذه الحلقة حول ذهاب توم مع صاحبه للصيد واصطحابهما للسنارة وركوبهما للسيارة، لكن من يدقق في هذا الكرتون يجد أن تلك الشخصية صاحب توم أول مرة تظهر في هذا البرنامج على الإطلاق، كانت المرة الأولى والأخيرة. عند ركوبهما في السيارة يصعد جيري معهم، فيغضب توم لوجود جيري معهم ويحاول القبض عليه، لكن عندما يحاول الإمساك به يسبب مشكلة لصاحبه، فيتصرف صاحبه فورا ويضرب توم بقسوة بعنف شديد. بصراحة العنف موجود في كرتون توم وجيري، لكن اعتدناه بطريقة مضحكة ومسلية، لكن ليس بتلك القسوة والحزن الذي أرادت أن تريه لنا هذه الحلقة. فنلاحظ أنه لم يراعي توم ولا أنه حيوان ولا شيء، بل يتم ضربه كل مرة بطريقة أعنف من الأولى، بطريقة مرعبة وعنيفة جدا. كلما حاول جيري استفزاز توم يحاول توم الإمساك به، لكن بالخطأ يضرب صاحبه، فيعيد صاحبه ويضرب توم بقسوة شديدة إلى أن ييأس من توم، فيأخذ توم ويصطحبه إلى قبو ويرميه داخل ذلك القبو ويغلق عليه الباب. الصدمة عزيزي المشاهد، ماذا يوجد في ذلك القبو؟
يمتلك هذا القبو عزيزي المشاهد بالجثث للحيوانات والناس للعباد، أي أن صاحب توم كان سفاح. انظروا عزيزي المشاهد إلى كثرة الظلم والظلام والرعب الذي تم تمريره من هذه الحلقة. لك أن تتخيل طفل صغير عندما يشاهد مثل هذه الأشياء ماذا ستكون ردة فعله. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد. والأدهى والأمر أن بعد ذلك نرى ابتسام مرعبة لجاري، ثم يدخل جاري إلى القبو ويقتل قبو، وثم تأتي موسيقى النهاية. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد كمية هذا العنف والدم والقتل التي وجدت في هذا الكرتون. صحيح كرتون توم وجيري للأطفال والكبار، لكن ليس عزيزي المشاهد بصراحة بهذه الحدة والقسوة. أحدثت عزيزي المشاهد هذه الحلقة الكثيرة من الضجة والأحاديث والأقاويل حولها، مع العلم أنها تم قصف العديد من اللقطات التي توجد فيها الدماء كلقطة قتل جيري لتوم ولقطة الجثث الموجودة داخل القبو، وتم عرض جزء من هذه الحلقة فقط. مع ذلك أحدثت العديد من الضجة، فاضطرت شركة المنتجة لتوم وجيري إلى الاعتذار أولا حول هذه الحلقة ثم تقديم تفسير لهذه الحلقة. فماذا كان التفسير عزيزي المشاهد؟ يبدو أن الرسام الذي كان يرسم حلقات توم وجيري عزيزي المشاهد قد أراد الاستقالة، لكن الشركة رفضت الاستقالة. فماذا فعل؟ رسم هذه الحلقة وانتجها هذه الحلقة بكمية الدم والعنف التي توجد فيها لكي يقبل استقالته، وقد وفعل نال ما أراد، تم قبول استقالته. أما بالنسبة للحلقة الثانية من كرتون توم وجيري عزيزي المشاهد، هي في الحقيقة الأمر تم عرضها في العديد العديد من الدول، وتم منعها في العديد العديد أيضا من الدول. أنا شخصيا شاهدتها في دولتي عند طفولتي وتم عرضها.